هناك عرض خيالي لمحمد صلاح نجم مصر ونجم الكرة العالمية مش الإنجليزية، للانتقال الصيف القادم. أقول لكم الرقم، والله أكبر وربنا يحفظه يا رب. الكلام إن الاتحاد هيدفع 235 مليون يورو. صلاح راتبه الشهري هيبقى الله أكبر خمسة وخميسة في عيد اللي ما يصلي على النبي 86 مليون يورو في السنة. أنا قعدت أضربها، الكلكوليتر بتاعي ما جابش الرقم، جابش الرقم يا جماعة، حوالي 6 مليار جنيه مصري في السنة. الله أكبر الله أكبر، 6 مليار جنيه، ربنا يبارك له. النهارده عمل حته ماتش قدام برينتفورد، ايه الجمال ده؟ شوف غايب اديله شهر، نزل النهارده اخذ رجل المباراه، هو اللي عمل هدف حلو قوي قوي قوي، باصه كده ببط رجله حاجه من الحاجات الروعه الروعه الروعه، وبعدين جاب هدف مفيش اجمل من كده، مفيش اجمل من كده، وعامل ارقام وعامل حكايات وعامل روايات. بصراحه يا جماعه محمد صلاح ده زي ما النهارده الموقع، يعني النهارده الموقع جاب جون وعمل اسيست، يعني سبب هدفين، هدف هو جابه بنفسه وهدف صنعه. النهارده الـ الـ الموقع بتاع ليفربول قال لك ايه؟ قال لك على فكره هو النهارده كمان ما شاء الله بقى الفرق بينه وما بين هالاند الهداف هدف واحد، 15 و16. النهارده الموقع بتاع ليفربول قال جملة تدرس، قال لك في لاعبين جيدين وفي لاعبين ممتازين وفي محمد صلاح.